الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة الدكتور محمد غنيم. الحلقة اليوم عن الرؤى التي تحكى وما الضابط فيما يحكى وفيما لا يحكى، لأن بعض المشاهدين جزاهم الله خيرا قالوا أنت تحكي بعض الرؤى وبعض الرؤى بينت أنها لا تصح، مما لا يصح وذكرناه في فيديوهات مستقلة، مثلا القول بأن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة أو 100 مرة، الرؤية المنسوبة إلى مالك بن دينار رحمه الله تعالى، الرؤية المنسوبة إلى حمزة الزيات، هذا وغيره بينا أنه ليس صحيحا، مع كوننا حكينا رؤى أخرى. فبعض المشاهدين قالوا يعني أولا ما فائدة حكاية الرؤى، يمكن أن نستغني عنها تماما، وإذا كان هناك فائدة فما الضابط لما يحكى أو لا يحكى. أولا الرؤى يعني لها فائدة، هي تؤثر في الناس، في بعض الأحيان تغني عن كثير من الوعظ. وكم من إنسان تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى أو استقامت أخلاقه عندما سمع قصة أو رؤية. والرؤى هي جزء من القصص، والقصص جاء في القرآن الكريم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الله سبحانه وتعالى بعض القصص في القرآن الكريم، وحكى النبي بعضه، وهناك رؤى في الكتاب الكريم ورؤى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف ومشى السلف من المؤلفين والكتاب وغيرهم، تجد في كتبهم ذكر القصص، وبخاصة في كتب الترغيب والترهيب وغيرها، فتجد أنهم دائما يأتون بتلك القصص، كما في كتب الكبائر، كتاب الكبائر المنسوب للذهبي، وكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، والكتب الرقائق التي أخذت من إحياء علوم الدين كتهذيب موعظة المؤمنين، أو نفس كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وما جاء يعني لا يكاد يخلو كتاب من كتب الرقائق، أو كتاب من تراجم العلماء أو تراجم الصحابة، لا يخلو من قصة منسوبة لصحابي أو منسوبة لتابعي أو عالم، أو لا يخلو من رؤية. وبالتالي ليست المسألة أن الإنسان يجي يقول ارمي هذا الكلام وهو شيء ينتفع به الناس، لكن المعقول أن نتكلم عن الضوابط. وبالتالي كما قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، كما قال في سورة يوسف لما لكونها قصة بليغة في ألفاظها، بليغة في الوصول إلى المعاني التي يراد بها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني الله سبحانه وتعالى يخبر أن القصص منه ما هو جميل، ومنه ما هو أفضل من بعضه البعض، ومنه ما يكون عبرة، يعني يعتبر به الإنسان عندما يسمع قصة أخيه. والبشرية يعني درجت على هذا، يعني حتى من لا يؤمن بدين أو يؤمن بدين أو بملة أخرى غير الإسلام، تجد الحكايات موجودة عند جميع البشرية في الصحف، في الكتب، في الروايات، المؤلفات، القصص القصير وغيرها كله. يعني بالتالي أنت لا تأتي لأنك تفتقد الضابط في شيء وتريد أن تحرم منه الناس، كأن تأتي إلى طعام يستفيد منه الناس، مثلا اللحم أو الخضر معينة أو شيء، وتقول هذه يمكن أن يكون فيها بعض الفساد، أو يمكن أن يقع فيها غش، وما المنع أن نمنعها؟ ليس العلاج أنه عندما يكون في مشكلة في قضية، يعني ده علاج سلبي عند بعض الناس لما يجد شيئا، وغالبا يكون ده من لا يعرف الناس من ناحية الاجتماعية ومن ناحية النفسية،
الناس تحتاج إلى تلك القصص وتحتاج إلى تلك الرؤى وتحتاج، ولذلك كما قلت أن تجدها في الكتاب وتجدها في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أهل الكهف، قصة أهل الغار، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع بعض العلماء القصص النبوي، صحيح القصص النبوي، القصص الأنبياء لابن كثير أو لغيره، فتجد يجمع قصص الأنبياء ويأتي بما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما حكي عن المفسرين وعن السلف، حتى يحكي بعضهم عن بني إسرائيل، لأن في الحديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وبالتالي القضية دائما عند بعض الناس هي قضية الإزاحة، قضية الإزاحة أو قضية التخلص مما لا يستطيعون ضبطه، قضية سلبية في التعامل، قضية غلق الباب، قضية إنه الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، ده ليس سليما في التعامل في القضايا المختلفة. يعني فزي ما وأشرنا نحن في بعض الموضوعات، إن لما يقع فساد في القياس لا إلغي القياس، لما يقع فساد في الآراء اغلق باب الرأي، لما يقع فساد في التصحيح والتضعيف اغلق هذا الباب، يبقى ده لا يصلح هذه الايه. فبالتالي اخواني انه المراد اليوم بيان حاجة الناس الى الرؤى والقصص، وانها داخلة في نحن نقص عليك احسن القصص، لما ذكر الله في سورة يوسف، سورة يوسف كلها رؤى كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم معه عشرات الأحاديث كما في البخاري ومسلم والترمذي فيها رؤى يحكيها لأصحابه صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوا منها وحتى يتعظوا. فهذه يعني بيان، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الضوابط في حلقة أخرى، لكن اليوم أردنا أن نبين أهمية المسألة، ويكون السؤال بعد ذلك ما الضابط في حكاية ما يحكى وفي عدم حكاية البعض الآخر ممن ينفى أو ممن يحكم عليه بالكذب أو غير ذلك، ولا يكون العلاج هو الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، لا، الباب اللي يجي لك منه الريح يمكن أن تغلق جزءا منه، يمكن أن تجعل سلكا حتى لا يدخل الناموس، وإلا سيكون العلاج إن الناس، لأن الناموس بيدخل والذباب بيدخل، إن إحنا نغلق، يجي واحد يقول لك اغلق الأبواب والشبابيك كلها وأرح نفسك، وده إنسان ليس عنده دراية بالأحوال الاجتماعية والأحوال النفسية. وسيأتي تكملة هذا الكلام إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.